هذه السنة إن شاء الله غادي تخلد السنة 63 من عمرها، ونحن الآن نعقد المؤتمر 38 تحت شعار من أجل رد الاعتبار لمشروع طريق الوحدة. هذا المشروع الوطني الكبير الذي كان مشروعا وحدويا، وكان أيضا مشروعا لتأطير الشباب وتأهيله لكي يتحمل المسؤولية بعد جلاء الحماية الاستعمارية. إذن هذا المؤتمر هو مؤتمر أولا من أجل التجديد والحفاظ على الأجندة ديال أجندة انتخاب الأجهزة الوطنية، حفاظ كذلك على مبدأ الحكامة والديمقراطية داخل الجمعية والتداول داخل أجهزة الجمعية، وأيضا الحفاظ على انتظامية عقد هذه الاستحقاقات الديمقراطية لكي يكون تمرينا للشباب من أجل تحمل المسؤولية. فإذا هذا المؤتمر هو مؤتمر لإعادة رد الاعتبار للعمل التطوعي بشكل عام، وأيضا إحياء فلسفة مشروع طريق الوحدة كمشروع قيم ومشروع كذلك تربوي ومشروع يدافع عن الشباب وتكوينه وتحميله للمسؤولية. إذا هذا هو السياق الذي انعقد في المؤتمر، في هذا المؤتمر، مؤتمر لتقييم تجربة ديال 4 سنين، وكذلك لاستشراف الآفاق للـ4 سنوات المقبلة وتحديد الاستراتيجية الوطنية للتطوع بشكل عام من أجل مشاركة الشباب ومن أجل تمرينه على تحمل المسؤولية. اليوم الجمعية كتعقد المؤتمر 38 ديالها تحت الشعار من أجل رد اعتبار لفلسفة طريق الوحدة. اللي خصنا نتقاسموه مع الناس هو أن جمعية الأوراش المغربية الشباب تأسست مباشرة بعد مشروع طريق الوحدة سنة 1961. هذه الجمعية اللي على مر السنين واللي حافظت على تواجدها طيلة 63 سنة بفضل يعني هياكلها التنظيمية اللي هي الفروع اللي هي الأجهزة الوطنية ديالها. الجمعية كتختز الأنشطة ديالها في الأوراش، سواء الأوراش نهاية الأسبوع أو الأوراش الدولية الصيفية. هذه الأوراش الدولية اللي كتربي الشباب، كتربيهم على روح التطوع، كتربيهم على تحمل المسؤولية، كتربيهم على التعايش رغم الاختلاف. وأوراشنا أيضا هي من خلالها كنخليو الشباب ديالنا يتحمل المسؤوليات ويتمرس داخل هذاك الورش بفضل جماعات الورش اللي فيها المسير واللي فيها المتطوعين. ايضا انه هذاك يعني العمل التطوعي اللي كيقوموا به هو كيكون كيمارسوا فيه المواطنه الايجابيه ديالهم، كيمارسوا فيه يعني كيقول تحمل المسؤوليه، وايضا كيمارسوا فيه يعني رد الاعتبار لبعض الجهات الهشه اللي كيديروا الاوراش ديالها فيها. احنا هنا باش نكرسوا مفهوم الشباب والاهميه ديالهم داخل المجتمع المدني وداخل العمل التطوعي، باعتبار انه التطوع واحد الركيزه اللي ما يمكنش المجتمع يمشي بلا بها، خصوصا انها كتانسيستي على انه تخلي من الشباب عنصر فعال داخل المجتمع. والحاجه اللي كنتعلموها بزاف من الاوراش هي شحال زوين، شحال مهم التطوع بالنسبه لنا، والاهميه ديال اننا نديروا واحد العمل بدون مقابل والمجانيه البحته، خصوصا في هذا الوقت اللي كل شيء فيه يطالب المقابل. دونك حنا هنا باش ندافعوا باش نشجعوا الشباب انهم يكونوا ولا انهم يديروا بزاف ديال المجهود باش يكونوا متطوعين. التطوع واحد الحاجه اللي تعلمناها من خلال جمعيه الاوراش، وهي اللي خلات اننا نقدروا نزيدوا القدام سواء في لي كارير بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ديالنا. كتعلمك بزاف الحاجات، كتعلمك كيفاش توقف، كيفاش تهضر اون فاسان بوبليك، وكيفاش تهتم بالمجتمع، تخلي ان قضايا المجتمع جزء لا يتجزأ من اليومي ديالك ومن الأنشطة اللي انت كتفكر انك تديرهم لمدينتك ولا الوطن ديالك.